وللتعقيب على هذه القضية ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. مرحبا بك معنا طارق جاسم. أهلا وسهلا، شكرا. سيد طارق، وزير الخارجية البريطاني أكد رفض بلاده عقد أي صفقة لتبادل السفن مع إيران، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ نعم، بالإشارة إلى التصعيد في منطقة الخليج العربي، نرى أن البريطانيين اليوم وبعدما استطاعوا أن يحشدوا قوة أوروبية متشكلة من 4 دول، ألمانيا، إيطاليا والدنمارك، في تأييد أولي للتحشيد الأكبر من ضمن الدول الغربية في منطقة الخليج، استطاعوا أن يكونوا ناجحين في هذه الخطوة حتى يكون لهم دور واسع في منطقة الخليج ويكون لهم حضور عسكري في منطقة الخليج العربي وصولا إلى أي عملية محتملة وإلى أي يعني دور عسكري مهم من الممكن أن يغير في موازين القوى في منطقة الخليج العربي. لذلك البريطانيين الآن هم أصحاب الورقة الرابحة في ملف إيران، وهم الذين يستطيعون أن يضغطوا على الإيرانيين بعدما كسبوا التأييد الدولي وبعدما كسبوا الحجة والذريعة لوجودهم ولتواجدهم في منطقة الخليج. نعم، ألا ترى أن ما تقوم به البحرية الإيرانية بالسفن المارة في الخليج العربي يمكن أن يجعل الخليج ساحة متوقعة للحرب؟ النظام الإيراني ليس له أي حراك معتدل الآن في الخليج، فهو يتخبط من الداخل، يتخبط في العفو يتخبط في اتخاذه القرارات السليمة والصحيحة بعدما استطاعت العقوبات أن تغزم كاهل النظام. فهنالك ضغوطات داخلية وضغوطات من قبل الحرس الثوري على الإدارة الإيرانية المتمثلة بالوزارة الخارجية والمتمثلة بالرئيس روحاني. لذلك النظام الإيراني اليوم يريد أن يرى أي متنفذ وأي متنفذ ليكون يعني مؤثر في المنطقة. اليوم النظام الإيراني دخل في انزواء كبير، فالدول الإقليمية هي غريبة من القرارات الأمريكية والقرارات الغربية، أي هنالك تحشيد قوي إقليمي وعالمي يعادي إيران في تلك المنطقة. لذلك النظام الإيراني يتخذ هكذا إجراءات، يتخذ هكذا تحركات حتى يعني هذا ما أشار إليه بومبيو من دعوته للعالم للتعاون في تأمين الملاحة في مضيق هرمز. هل بالإمكان فعلا أن تستطيع أمريكا عقد تحالف دولي لوقف الانتهاكات الإيرانية؟ الإدارة الأمريكية بدأت التحشيد الدولي منذ مؤتمر فايسو في فبراير الماضي، فمنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا الإدارة الأمريكية استطاعت أن تقنع الأوروبيين والقوى الإقليمية والعالمية بضرورة التصدي للخطر الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. لذلك اليوم وبعد كل هذه الاعتداءات والاستفزازات الإيرانية التي حصلت في هذه المنطقة، الأمريكيين لديهم التأييد نوعا ما حتى يستطيعوا أن يحشدوا قواهم والقوى المتحالفة معهم من الإقليميين ومن الأوروبيين. لذلك أنا أستطيع القول بأن الأمريكيين الآن هم أقرب إلى تحشيد عالمي أكبر لمواجهة الخطر الإيراني في المنطقة. لماذا لا نقول أن إيران تسعى من خلال هذه الانتهاكات إلى الضغط لرفع العقوبات الأمريكية عنها وليس العكس؟ هذا النهج ليس نهج ينتهي بالمفاوضات أو بالدبلوماسية، فنهج الاستفزاز ونهج الحرب ونهج التدمير هو نهج عسكري. لذلك لا نستطيع أن نقول أن النظام الإيراني في هذه المرحلة هو متجه ليجلب الأوروبيين والأمريكيين إلى طاولة المفاوضات، فمن الطبيعي أن التصعيد يزداد يوما بعد يوم في منطقة الخليج بواسطة هذه الاستفزازات والكم الهائل من التحشيد الأوروبي والأمريكي في تلك المنطقة. لذلك لا نستطيع على أن ذكر التحشيد على ذكر التحشيد قال حسن روحاني أن هذا الحشد أو التحشيد العسكري الأمريكي الأوروبي في المضيق هو استفزاز خطير لإيران. ماذا يمكن أن
ترد إيران على ذلك؟ هذا ليس استفزاز بقدر ما الاستفزازات التي نراها من الجانب الإيراني. فالنظام الإيراني خلال أكثر من خلال شهر استطاع أن يضرب أربع وخمس عمليات، يضرب أربع وخمس ناقلات نفط كبيرة في منطقة الخليج العربي، ميناء الفجيرة، يعني سفن بريطانيا والإمارات وحتى اليابان أحد الضحايا لهذه الاستفزازات. لذلك النظام الإيراني لا يستطيع أن يقول أن هذا التحشيد هو نوع يعتبر نوع من الاستفزاز، بقدر ما الاستفزاز يأتي من الجانب الإيراني. فإيران اليوم متواجدة في كل دول الشرق الأوسط، متواجدة في كل دول الإقليم حتى أكثر من الشرق الأوسط. لذلك يستفز إيران الأوروبيين والإقليميين بكل ما يمتلك، فلا يستطيع أن يقول ويعترض على ما هو تحشيد دولي. الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية، شكرا جزيلا لك.